العين التالتة برعاية كوكاكولا هتجيب له كل ما شفتهوش. عندنا لقطات ما شفتهاش وحكايات هتعجبك جدا، ولا ايه يا كريم؟ اكيد طبعا في العين التالتة هتشوف حاجات في كاس الامم الافريقية ربما تكون العيون العادية ما خدتش بالها منها، واكيد في حاجة العيون كلها خدت بالها منها وهي موضوع طبعا محمد صلاح، موضوع الساعة. بس احنا هنتناول الموضوع يا دينا من زاوية ربما ما يكونش الناس كتير اتكلموا فيها. What's on your pocket؟ ماذا في جعبتك يا كريم سعيد؟ محمد صلاح طبعا امبارح كان حديث السوشيال ميديا، واكيد طبعا موضوع محمد صلاح والاتفاق اللي تم ما بين إدارة ليفربول واتحاد الكرة المصري ان محمد صلاح يعني يرجع لنادي ليفربول بعد نهاية مباراة كاب فيردي من اجل العلاج مع نادي، ومع طبعا وضع كده هو ايه يعني باب امل لو الدنيا مشيت كويس مع المنتخب ويكمل مثلا للسيمي فاينل او الفاينل ممكن محمد صلاح. هو كلام على الفاينل، الكلام مش سيمي فاينل. هم خلي بالك وطبعا الناس مختلفه في موضوع مده العلاج ال 14 يوم و 10. احنا هنرجع في دور الثمانية ولا هنرجع في السيمي فاينل ولا هنرجع في الفاينل، هو شد ولا مزق؟ بس بكل امانه ده مش موضوعنا دلوقتي، احنا عايزين ناخد الموضوع من عين ثالثه تانية خالص وبعيدة، وهي فعلا ايه القرار الصح اللي كان المفروض يتاخد؟ دي نقطة ما حدش كان فيها خالص، يعني كل واخد بكل امانة في ناس واخدة الموضوع، ناس بتحب محمد صلاح واخدة الموضوع ان هو لا يا جماعة ده هجوم على اللاعب، وفي ناس طبعا هي بتشوف ان منتخب مصر طبعا كمنتخب مصر والاسم ما ينفعش اكبر اللاعب، لكن احنا عايزين فعلا نقول ايه الصح؟ ايه الصح في الموقف ده يا دينا؟ انا بشوف كان واجب على محمد صلاح نفسه ان هو اللي يحل الازمه دي. بمعنى يعني يحلها ازاي؟ يعني اللاعب هو اللي كان ممكن يقدر يحل الدايلما دي كلها. ازاي بقى؟ دلوقتي انا عندي تقرير طبي من دكتور المنتخب، وطبعا النهارده احنا بنتكلم طبيب المنتخب، طبيب مش قليل، هو الدكتور محمد ابو العيله. ده دكتور طبعا له يعني تاريخ وسي في قوي جدا جدا جدا، مش في يعني مش في العظام والخصوب بشكل عام، لا في اصابات الملاعب، وده تخصص صعب جدا يا جماعه. انا بشوف النهارده محمد صلاح كان يجب عليه ان هو يقعد مع الدكتور محمد ابو العيله يقول له انا وضعي ايه؟ انا وضعي كذا، انا النهارده وضعي محتاج كلاعب هرجع امتى؟ والله ممكن الدكتور محمد ابو العيله يقول له انت خلاص البطوله دي بالنسبه لك انت اوت. ساعتها محمد صلاح هيبقى عنده منظور تاني لازم يبص منه، وهو ان هو مش مجرد لاعب عادي في الفريق، لا هو كابتن الفريق، ده كابتن الفريق والقائد، وبالتالي كابتن الفريق عنده دور معنوي اكتر من الرول بتاع اللاعب ده، ودي نقطه انا مش شايف حد يعني مش شايف حد خالص بيتكلم فيها. الناس بتحاول طبعا تطلق الاتهامات على كل طرف، فريقين كل فريق عايز يكسب لكن حل الموضوع ايه؟ هنتعلم منه عشان المره الجايه. ما هو ده ممكن يتكرر، نخلي بالك دلوقتي بقى في سابقه خطيره جدا في المنتخب، ايه هي؟ ان انت النهارده رسخت ان اي لاعب بتصف المنتخب من حق ناديه انه يخرج، سواء كان محمد صلاح او اي حد تاني، وكلمه اشمعنى هتطلع بالزبط. بعد كده اللي انت ما تعرفش في المستقبل ايه اللي هيحصل طالما ان الاداره الحاليه لاتحاد الكره موجوده. طب ليفربول هو بس مش مطمن للاجهزه اللي موجوده في كوت ديفوار، وبيقول لك طريقه العلاج مش هتبقى مناسبه وهتطول رجوعه للملاعب تاني. بص يا دينا، فده حق النادي، لكن فين حق المنتخب؟ صح 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 صح، طالما ان اللاعب موجود في حاجه اسمها الانترناشنال كول ديوتي، فالنادي ملوش دعوه بيه. انا قصدي النادي بيدور على حقه، المنتخب برضو المفروض يدور على النادي حقه. النادي هنا استغل على وجهه نظري ان في تواصل مع اداره المنتخب، وهنا القرار كان واضح جدا جدا، هو كان عند الكابتن حازم امام واضح جدا. حتى ليه كابتن حازم امام ليه لأن مش كل اعضاء مجلس اتحاد الكوره قالوا احنا ما نعرفش حاجه عن البيان. فواضح ان الاستاذ جمال علام ما يعرفش البيان. طلع من الكابتن حازم امام والاستاذ خالد برندلي اللي هو رئيس البعثه، والكابتن حازم امام هو المشرف على المنتخب. فالنهارده هم خدوا الموضوع من صيغه مختلفه خالص، وما اشركوش بقيه اعضاء اتحاد الكوره. طب انا كمان عايز اسالك على التوقيت، هل التوقيت كان مناسب ليله ماتش مهم جدا وفيصلي في مشوار مصر في كاس امم افريقيا؟ لا لا. وازاي كلوب هو لا. اللي يعلن قبل اتحاد الكوره، وازاي بيقول ات ميك سنس ان هو يعمل التاهيل عندهم؟ ايه ات ميك سنس دي؟ ده يوريكي ان هو كان عنده معلومات بتخليه يتكلم من مصدر قوه. تخيلي مثلا، تخيلي يا دينا بكل امانه يا جماعه،
لاعب في منتخب انجلترا، لاعب في منتخب فرنسا، لاعب في منتخب البرازيل، لاعب في منتخب من المنتخبات الكبيره، هل كان ممكن ده يحصل؟ انا اشك. تاني، الصح صح، والصح على اسف الصح على الكبير قبل الصغير، لان الكبير لما بيلتزم الصغير بيلتزم اكتر وبنطالبه بالالتزام. نو واي انك هتطلب من الصغير انه يلتزم طالما ان الكبير مش ملتزم. فالنهارده انا في وجهه نظري ان كان لازم الحل العقده دي او حل المعضله اللي احنا فيها دي من عند محمد صلاح نفسه، كان لازم هو اللي يقعد مع كل الاطراف خلف الستائر مش قدام الميديا وقدام الجمهور زي ما شفنا كده. حتى محمد صلاح برضه في المؤتمر الصحفي مهد لما قال ان في بيان مشترك هيطلع عن اصابته، طبعا عن ايه اصابته ما اعرفش، فهو مهد لها. لما بقت الناس ترسم الصوره طلع صلاح يعني ما يشبه المدان قدام الجمهور.